زيد قمع المحاماه لا تركع يا جبل لا يهاني يا وزير يا جبل لا يهاني الان تلقيت اتصالا تلقيت اتصالا من عدد من المسؤولين وأخبر الزملاء أن بعد الاتصال سأخبرهم بالجديد لكن ومنذ الآن ستتم مكاتبة الحكومة ومكاتبة منظمات دولية من أجل التراجع من أجل الضغط على التراجع على هذا القرار فبتضامنكم جميعا بتضامنكم جميعا زميلاتي زملائي بتضامنكم سنصل إلى المبتغى إن شاء الله عندي الآن موعد مع السيد الوكيل العام أبو عباد الله بالنسبة للمحكمة الاستئناف معكم الأستاذ أبو عباد الله أستاذ وليد رحال والأستاذ أمغار محمد اي حاجه كانت هما كيتصلوا بيا انا الان كيتصلوا بيا جميع الزملاء يعني من مختلف المحاكم يعني واش ممكن الغاء هذه الرساله المشتركه لا اعتقد الامر بيديهم هما حنا غنديروا الواجب اللي علينا كيف يعقل انه الان مرجان ترام كل شيء خدام الى اخره ما كاين لا تباعد لا واش كيعطيك جواز باش يمكن لك تطلع للترام نتوما المحامين الاولى بتطبيق القانون علاش ما تطبقوش القانون من حياتك فين هو القانون انت اش من قانون القانوني هذا اش من قانون خلي سيدنا قيم النقيب كيهضر كاين وزير يحاول ان يفرض سيطرته على المحامين وهذا لن يتاتى له المؤاخذه ديالكم على هذه الرساله المشتركه ديال على هذه الرساله المشتركه بين الوزير انا استغرب كيف ان السلطه القضائيه والسلطه التنفيذيه تجتمع في ان واحد لاصدار مثل هذه المقررات